من صدق. فلتهنئ الدنيا وليهنى من صدق، ودائما وابدا نتمنى لكم كل الاوقات الهانئه مشاهدينا الكرام. عموما في برنامج قهوه الصباح دائما المحطات مختلفه والفقرات متنوعه، وكذلك ايضا اخواننا وزملائنا المراسلين متوزعين في مختلف ولايات ومحافظات السلطنه ينقلوا لنا الاحداث او ايضا يظهروا لنا التفاصيل الجماليه لمواطن الجمال والروعه والابداع في مختلف ربوع السلطنه الحبيبه. هذه المره سننتقل بكم من محافظة مسقط، من متنزه القرم الطبيعي هنا، إلى محافظة الظاهرة وتحديدا إلى ولاية عبري، حيث الزميل العزيز من هناك محمد بن سعيد العلوي ينقل لنا تفاصيل موضوع تنمية المهارات الفنية في ظل جائحة كورونا. مرحبا وسهلا لك محمد، وصباح الخير، وإليك الكلمة وما فيها من تفاصيل. صباح النور أخي سيف، صباح النور حوراء، صباح النور أعزائي المشاهدين، نحييكم من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. نعم، من رحم طبعا هذه الجائحة قد يولد يعني الإبداع والموهبة. حديثنا اليوم طبعا عن فنانة تشكيلية صاعدة واعدة وهي في الصف التاسع بمدرسة عبري، عشقت الفن ورأت في والدها حقيقة نموذج للفنان التشكيلي جمانة بن جمال بن سالم الجساسية من ولاية عبري، طالبة في الصف التاسع بمدرسة عبري، ما شاء الله موهبة في مجال الفن التشكيلي، وقد بدأت هذه الموهبة منذ المدرسة. نرحب طبعا بالطالبة جمانة. جمانة كيف حالك بنتي؟ الحمد لله بصحة وعافية. كيف صحتك؟ بخير الحمد لله بصحة وعافية. ما شاء الله انت موهوبة في مجال الفن التشكيلي جمانة. متى اكتشفتي نفسك انك فنانة تشكيلية يا بنتي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكركم على إتاحة الفرصة لي بإظهار موهبتي ألا وهي الرسم. حقيقة أنا أحب الرسم منذ الصغر، بدأت موهبتي منذ الصغر تقريبا منذ بداية الدراسة. من اللي شجعك على الرسم؟ من اللي أخذ بيدك يا بنتي إلى خلينا نقول إلى عالم الفن التشكيلي، إلى مدارس الفن التشكيلية؟ نعم، حقيقة والدي العزيز هو اللي شجعني وعطاني حافز كبير على أني أنمي هذه المهارة، مهارة الرسم. وما ننسى جائحة كورونا أعطتني الفرصة الإيجابية على أن أستغل هذه الفرصة في تنمية الموهبة في فترة البقاء في المنزل. يعني وانتي في البيت جمانة ما شاء الله يعني تعلمتي أسس وفنيات يعني فنون تشكيلية، حدثي عن هذا الجانب بنتي. نعم، منذ بداية جائحة كورونا وأنا أشاهد والدي وهو يرسم، أحاول أن أتعلم منه بعض التفاصيل في الرسم، في تقنيات اللوحة، كيف أنجز اللوحة، في استخدام بعض الألوان والأدوات. نعم. هكذا كانت بداية. ما هي المجالات اللي تحبها بنتنا جمانة؟ هل هو الطبيعة؟ هل الوجوه؟ هل الأماكن؟ ممكن تتحدثي عن أبرز المجالات اللي أنت تفضليها يا بنتي؟ نعم، أحب مجال رسم في الطبيعة. ليش اخترت الطبيعة بنتي؟ لأن بلادنا سلطنة عمان تحتوي على الكثير من المناظر الجميلة الخلابة اللي تشجعنا أن نحاول نرسمها. فعلا سلطنة نعم زاخرة بالعديد من المقومات الجمالية. تتذكري يعني أول لوحة رسمتيها؟ نعم، هذه هي أول لوحة رسمتها. ما شاء الله. طيب هذا ايش تمثل لك جمانة؟ هذه اللوحة غالية علي لأني كنت مبتدئة فيها، أول لوحة رسمتها أحتفظ فيها، كانت بداياتي في الرسم. ما شاء الله، إذا هذه تمثل لك، ايش اسمها اللوحة هذه بنتي؟ هي رسم طبيعة، رسم طبيعة الجبال والأشجار. نعم، كنت في صف كم لما رسمتي هذه اللوحة جمانة تقريبا؟ في الصف السادس تقريبا. ما شاء الله. طموح جمانة، ما هو طموحك يا بنتي؟ أطمح في المستقبل بإذن الله أن أصبح فنانة مشهورة، أخدم بلدي وأن أظهر نفسي بمستوى عالي بإذن الله. ما هي رسالتك يا بنتي إلى اللي عندهم موهبة واللي عندهم أيضا يعني عشق للطبيعة، عشق لعمان، من الموهوبين والموهوبات أيضا من الفنانين الواعدين؟ نعم، أنصحهم بأن يستمروا في مواهبهم، أن ينظر كل واحد إلى موهبته وأن ينميها. بلادنا سلطنة عمان تحتوي على الكثير من المناظر الخلابة، يجب الواحد أن يرسمها
ويفتخر بها. شاركت في معرض وشاركت في يعني قبل الجائحة، وهل عندك طموح أنك مثلا تنظمي معرض على مستوى مثلا؟ نعم، شاركت في المدرسة في بعض الأنشطة في مادة الفنون التشكيلية مع المعلمات في المدرسة. نعم، شكرا لجمانة بن جمال بن سالم الجساسية، شكرا لك يا بنتي. طبعا أعزائي المشاهدين، جمانة أبو يعني والدها أيضا فنان تشكيلي، جمال بن سالم الجساسي، وهو عضو في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية. نرحب طبعا بجمال بن سالم الجساسي. جمال صباح الخير، صباح التألق، صباح الإبداع، صباح أيضا بنتنا ما شاء الله جمانة اللي اليوم أصبحت ترسم لوحات طبيعية وجمالية. كيف اكتشفت وكيف أخذت بيد جمانة؟ الحمد لله، الأحوال الطيبة، ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة الجميلة في تشجيع المواهب الفنية. الحقيقة بنتي جمانة، كنت أنا كل ما أرسم أحاول أني أرسم كانت تكون بقربي، يعني ما تروح عني بعيد، وهي كانت تكتشف المواهب من خلال أنا لما أرسم، وهي كان عندها موهبة سابقة، ولكن ازدادت في فترة اللي هي الجائحة، كانت شوية حبسة في المنزل والطلوع قليل إلى الخارج، فحبينا أن ننمو لهذه الموهبة أنا وياها، والحمد لله رب العالمين. كيف اكتشفتها يعني، ويعني وجدت أنه فعلا راح تكون فنانة؟ فعلا لاحظنا أنه لوحات يعني جميلة ولوحات فنية رائعة يعني قامت فيها ورسمها بنتنا جمانة. الحمد لله رب العالمين، هي كانت مثل ما تقول يعني دقيقة جدا في الرسم وفي اللوحات، كل ما تشوف لوحة جميلة مناسبة تحاول أنها تقتبس منها وتحاول أنها تقلدها بنفسها، يعني شوية شوية لحد ما الحمد لله رب العالمين وصلت إلى المرحلة اللي هي فيها. وكانت الظروف الجائحة كانت شوية صعبة، يعني كثير ما يعني نحتاج إلى ألوان، إلى أقلام، إلى لوحات كانفس، بس مشينا الأمر لحد ما نتعود يعني، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طبعا الجمعية العمانية للفنون التشكيلية لها دور كبير حقيقة في صقل الفنانين التشكيليين وفي إقامة المعارض، تحدث أيضا عن هذا الجانب أخي الفنان جمال. ما شاء الله عليهم، الجمعية العمانية كانت يعني مناسبة في الإنسان اللي ما كان عنده موهبة، يعني كانت تنميه والحمد لله رب العالمين، ولكن كانت الجائحة شوية ربما أن شوية صارت إيقاف عن التدريب اللي هو الفني، فكان متواصلين معنا وجزاهم الله خير عن طريق الإيميل وعن طريق الهاتف متى تبدأ الحصة، متى كان الأساتذة ما شاء الله عليهم كانوا متعاونين جدا، يعني أضافت علي الكثير من الفن التشكيلي والحمد لله. في خطة معينة جمال لجمانة تنظم معرض مشترك مثلا بعد الجائحة؟ طبعا يعني تعرف أنه أيضا اهتمام بالبنت جمانة شيء أيضا مهم، وإقامة معرض راح يساهم أيضا في صقل موهبتها. الحمد لله رب العالمين على هذه الموهبة الطيبة، والواجب أن الإنسان لما يكون الله سبحانه وتعالى يوهبه على هذه الموهبة أنه يمارس فيها ويبدأ فيها إلى ما لا نهاية. إن شاء الله في خطة مستقبلية، إن شاء الله بيكون في معرض، في اتفاقية كذا، في تفكير، في خطط، لكن محتاجين شوية مثل ما تقول يعني أن ننمو المهارات أكثر وأكثر على أساس أنه نوصل إن شاء الله إلى المبتغى المناسب. جمال، أنت في أي مجال تجد نفسك في مجال فن تشكيلي؟ الحمد لله وجدت نفسي في مجال الطبيعة والعادة، لأنه الطبيعة خلابة ومناظرنا في سلطنة عمان، يعني أنت تحاول ترسم من خلال المناظر ومن خلال المواقع لما تمشي إلى ولاية وإلى الأودية، الحمد لله رب العالمين كانت شوية مشجعة، يعني المناظر الخلابة هذه تخليك أنك أنت تقتبس صور جميلة وتكون مبدع فيها في الفن. طبعا نحن في هذه الفترة يعني نحاول أيضا نكون يعني ملتزمين في البقاء في البيوت وعدم الخروج امتثالا لقرار اللجنة العليا حفاظا على صحتنا. شكرا لك جمال بن سالم الجساسي، وشكرا لبنتنا أيضا جمانة بنت جمال بن سالم الجساسية، نتمنى لها التوفيق ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى. مشكورين وجزاكم الله خير، وأحسنتوا ما قصرتوا، الله يوفقكم إن شاء الله، أحسنتوا جزاكم الله. إذن أخي سيف حوراء، أعزائي المشاهدين، كانت هذه محطتنا طبعا مع بنتنا الواعدة الفنان التشكيلي الصاعدة جمانة بن جمال بن سالم الجساسية. شكرا لكم، وإلى الملتقى، وحفظكم الله جميعا، وإلى الملتقى في محطات قادمة بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا إذن للزميل العزيز محمد بن سعيد العلوي، وتحية أكيد لضيوفك الأكارم، ونتمنى إن شاء الله تعالى الأخت جمالة كل التوفيق وتحقق بمشيئة الله تعالى كل التطلعات والآمال. محطات مختلفة في قهوة الصباح
والفقرة القادمة يا حواء. نعم، فقرة قهوة وتواصل واليوم الحديث بإذن الله راح يكون عن حماية خصوصية المستخدم في شبكات التواصل الاجتماعي. لما تشترك مثلا في موقع معين وتدخل بياناتك كالاسم ورقم الهاتف، هل تفكر انه هذه البيانات من راح يطلع عليها؟ انا دائما اكون حذر حذر، وفي نخوف جميل. وتوتر وقلق صدقي من هالموضوع. ما احب اني اسجل في اي موقع ما مشهور ولا معروف، تصير لي نوع من الخوف وبالتالي ما ادخل اساسا هالنوع. جميل، زميلتنا اماني البلوشيه راح تكلمنا اكثر وبشكل اوسع عن هذا الموضوع، وبعدها مشاهدينا الاحبه راح نرجع لكم من جديد، كونوا معنا.